طب هو الكبير فين دلوقتي؟ الكبير انا اقول لك، هيقول لك حصلت لي مشكله في الشغل وده خلانا اتاخر. يا بنتي الرجاله كلهم زي بعض، فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الجسر ده كله؟ انتوا قاعدين في جبلايه نسانيس عبلنج، وانت قاعد كده ليه؟ وانت عندكم بتقعدوا ازاي؟ قصدي قاعد بالشافونيز ليه؟ حد انا حريم؟ قصدك على مربوحه؟ ودي بيغرغر ولا بيضحك ولا ايه ده؟ دي مربوحه دي زي بنتي. طب اقول لك، ده انت لو تعرف مربوحه وهي صغيره كانت بتعمل ايه، انما ربنا امر بالسات. يا عم راضي مش كل حاجه نقولها كده. انتم يا ولية عملت ايه؟ كان اي حد يديها بنبنايه تروح. تروح فين؟ تاكلها وما تدينيش حياتك. ده انت السرد عندك صفر. وفين القصه؟ فين ايه السخافه دي؟ استر نفسك انت الاول. ثم انت يا كبير، يعني انت بتغير الموضوع ليه؟ انت مش قلت لي ده بيت اخوك؟ ايوه مش بيت ابوك، انت بتقعد عند اخوك كده. الكبير ولا الصغير؟ وتفرق ايه؟ لا الكبير هو اللي مربيني، بقعد عنده من غير فلينه. الصغير انا اللي مربيه، بقعد عنده من غير ايه؟ من غير فلينه برضه. اوه ما هي هي، الفرق ايه؟ الفرق 10 سنين، ده 66 وده مواليد 66. بس يا عم انت ما توهنيش. يا كبير يا كبير، انا قاعد بالفلن احتراما لشخصانتك يعني، انما بكره ناخد على بعض وهقعد من غير. من غير ايه يعني؟ من غير تكليف. الراجل ده حداه مهارات في التلاعب اللفظي اللي هي الورد بلاي، اصيع من مروان موسى. الراجل ده حداك بلغم تفه، ولا اروح اغرغم لك بزيت باكم. ايه القرف ده؟ اهدى اهدى بس يا كبير. قول لي بس ايه اللي اخرك كل ده؟ حصلت لي مشكله في الشغل وده اللي اخرني شوي. ايه اللي في يدك ده؟ موس. اشمعنى يعني موز؟ عشان محمل بوتاسيوم، وده زين لعظمك. خدي دي. على دي. هي دي. ايش معنى دي؟ عشان انا اللي نجيتها. نجيتها ليه؟ عشان محمل دواء. دواء ايه؟ بوتاسيوم. احبش البوتاسيوم. هتحبي ايه؟ مش عاوز اكل. انا قشرتها. مش عاوز اكلها. هتاكليها بقشر. انا ما بحبش الدهان. انا اكل. اقعد انت بالمسك الكسور ده. استنى استنى. اسمع. وايه ده؟ دي اللي جاي تساعدك. ما تشغلش بالك يا كبير، انا لم ورايا. ما محدش بيلم.